Yeah. Nice.7 minutes. We can do it. Nice, nice. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة بمقطع جديد مع الباتل فيلد 5. طبعا معكم أحمد مرة جديدة، واليوم جايبكم مقطع جديد عن الإيستر إيج أو اللغز اللي هو على جزيرة الويك آيلاند. طبعا اللغز جديد اكتشفته الديسكورد الإيستر إيج كوميونيتي، واليوم ان شاء الله حتشوفوا كيف طلعنا الايستر ايج. ولو حابين اي مساعدة وعندكم اي استفسارات تقدروا تحطوا ليها تحت بالكومنتس، او تتواصلوا معي على الروابط الموجودة في الديسكريبشن في السوشيال ميديا. حياكم الله. لو مش مشتركين في القناة اهلا وسهلا فيكم تشتركوا، ولا تنسوا تضغطوا اللايك لو عجبكم المقطع، ديسلايك لو ما عجبكم، ولا تنسوا الدعم يا شباب. اهلا وسهلا فيكم. طبعا الخطوة الأولى انه تدخل انت ومينيموم ثلاثة معك في التيم، او يكون بالجيم كله يكون عدد اربعة اقل شيء حتى تبلش السيرفر. متى ما بلش السيرفر اول خطوة لازم تسويها لازم تدور على سلطان. طبعا في منهم انواع، في منهم توقف عنده بيطلع لك صوت مثل صوت كبسة او كليك، وفي منهم بتقرب لعندهم وبيهربوا. ومثل ما هلا حتشوفوا بالمقطع نحن بدنا يكون في عنا ستة موجودين، يعني هو في واحد اوريدي بيكون موجود وانتو بتكون تلاقوا خمسة من اللي بيطلعوا صوت وما يهربوا. طبعا هذا هون المكان الرئيسي، حتلاقوا في عليه رسالة من دايس موجهة للاعبين عم تشكرهم عشان لعبوا خريطة ويك ايلاند على الالعاب تبعيت الباتل فيلد الموجودة على اللوحة. تاني خطوة بعد ما تحصلوا السلطعون الخمسة اللي عم ندور عليهم بيطلع لكم سماعات بالنص فيهم، بس بتاخد السماعات وبتروح على علم الدي في جهاز ايمكم يلي هو نفس اللي كانوا بلعبة باتل فيلد 1، وبتسمع المورس كود، ومن هذا المورس كود طبعا حتعطيك لوكيشن. بس لتساوي انت ديكورد حيطلع لك لوكيشن بتحطها على جوجل، بيطلع لك جوجل ماب خريطة الويك ايلاند اللي هي الموجودة الحقيقية، وبيكون في عليها علام. طبعا هذا العلام انت بدك تروح لعنده في الخريطة هون في باتل فيلد عشان تحصل قرص. طبعا انا هلأ عطتني مكان القرص في هذا المكان. طبعا بدك تدور على ست اقراص، كل قرص بيطلع لك موسيقى لباتل فيلد، جزء من اجزاء الباتل فيلد اللي كانت عليها ويك ايلاند. واخر واحد اللي هو باتل فيلد 5 اول ما بتجيبه بتحطه بيبلشوا السلطعونات يطلعوا زيادة، وبعدين بيصيروا بيرقصوا على نغمة الباتل فيلد الخاصة. طبعا كل مرة انت بتطلع قرص بتجي على الجهاز بتساوي له بتضغط مربع بيطلع لك موسيقى، لازم ترجع تروح لنفس الشخص اللي معه السماعات بيرجع بيروح على الجهاز عشان يطلع مورس كود جديد ويساوي له ديكورد ويطلع العنوان الجديد او اللوكيشن تبع القرص اللي بعده، وهيك لحتى توصل على اخر وحدة اللي هي الباتل فيلد 5. فيكم طبعا تسمعوا هلا بالخلفية كل قرص عم يطلع لحن لجزء من اجزاء الباتل فيلد مختلف اللي هي موجودة على اللوحة. طبعا بوجه الشكر للشباب اللي ساعدونا واللي حاولوا معنا اليوم من الصبح، اللي هنن فارس، فولفو، غوست، كلاسيك بينك، موستو، طبعا وعبد المحسن، عاطفي، سيسو، وكتير من الشباب لحتى قدرنا نخلص الايستر ايج او اللغز تبع الباتل فيلد. وهلا بترككم مع الحفله، انجوي، حياكم الله بالقناه، السلام عليكم ورحمه الله. Yes. Chupa, yes. I think you can go into. Can I take it? To the plug. Damn. Wait. Oh, yeah, spawning. One more spawning. Oh, lot spawning around. Watch that. Down between us.
Yeah. Where is the ladder? Where is? Found new low scraps. Where is this guy? Down here. I see them. I see them. It's finally. And he's already tapping. You see? Yeah. Are the crabs starting? There? Yeah. Come here, Tropa. Okay. Starting sound. Yes. Да ладно. Серьезно? Now it will be flashes. Oh fuck. Let's go quickly. Let's go fast. Yeah. Nice. Yes. Seven minutes. We can do it. Nice. Ooh. Special for YouTube, for Mr. Ahmad, for Mr. Faris, and everybody who was on the Easter egg today. Yes. Thank you guys. Thank you very much, guys. Look at those guys here. Look here, everywhere. Thank you, guys. And it's still running. It's still running. Watch the crabs, what is smashing? Yeah. Seven minutes. Oh, oh. Fine. We did it finally, guys. We need somebody who speaks Tater mode. Yeah, nice video. 6 minutes we've got. Can rejoin, I think we'll be. No, I think. I'm saving and I'm rejoining, yeah? No, it will finish Hello? Now. Like, it will. They will disappear. Yeah. Oh yeah, it's done. Thank you. Nice shot. Yeah, 5 minutes. 5 minutes.